بخير عليكم. اليوم جبت لكم بروسات تاع خبز ساهل، ما فيهش مقادير بزاف، ويجي خفيف بزاف خفيف. وشوف فيها 250 غرام سميد، 500 غرام فارين، 500 غرام فارينة، وفيه مغرفة كبيرة خميرة الخبز، ومغرفة كبيرة سكر، وفيه الملح، وشوية سانوج أو شوا واش تحبوا ديرو، وما دافي. بسم الله. نبدأ دايما واش نديرو، دايما نديرو الخميرة مع السكر، ونديرو زوج مغارف تاع فارينة، ونديرو فيه ما دافي شوية تاع ماء، نخلطو مليح، نخلطو مليح حتى تتفاعل. الخبز دايما نديرو له هكا باش يخمر لكم في ساعة وما يهبلكم ويجي خفيف. نغطوه ونخلوه ليا واحد 10 مينيت 5 مينيت حتى يتفاعل باش نكملو المقادير الاخرى. هاو بعد التفاعل شوفوا كيفاش يتفاعل مليح، زيدو نديرو المقادير الاخرى. سميد، الفارينة، نزيدو الملح والسانوج، نخلوها تخلي، نضيفو الماء بالعقل. هاي العجينة بعد ما عجناها بدا شوية هكا طرية بزاف متلاصقة، اللي حبت تعجن ما عندهاش البيتخا نورمال عجني بيدك. برك شوفي كيفاش ديريها. الخبز دايما باش يجيك خفيف دايما العجينة تجي هكا شغل تلاصق شوية في اليدين، من بعد كي تخمر تولي نورمال. دوكا نخلوها نديروها دون ان اوتر بول، نديرو فيه شويه زيت ونخلوها تقعد تخمر تريح حتى دوب لو فوليوم حتى تزيد تطلع هكا تنفخ باش نديغازيها، من بعد نعاودو نولو. خلينا بعد ما خمرت العجينه نستعملو غير شويه شمخو يدينا هكا بالماء ونديغازيها، نحيولها كاع الغاز. خمرت مليح هاكا، شوفوا كيفاش خمرت. نحطها في لو بلون دو طرافاي، نقطعوها هاكا صغيره صغيره باش نديرو الخبز صغير حق موموس ولا. قطعناها دوكا نديرو دي بتيت بول، دي بتيت بول هكا، نديرو دي بتيت بول هكا باش يجي الخبز ميديو مليح هكا مع شربة انسو فعدس عم تاكلي بيه. وكاع شغل كي ديريه صغير ما ميم كي يقعد لك ديريه دون ان ساشي ولا وديريه في كونجيلاتور وتجبدي كي تحبي تاكلي، ولا تحبوا ديروا به ساندويتش ولا يجي كلش يجي صغير. من بعد تشوفوا كيفاش يجي. انا نحب نديرو هكا صغير باش ما كي يقعد لي ماشي كيما الخبز هكا نديرو كبير. الخبز دايما نحب نديرو صغير. درناهم هكا دي بتيت بول خلوهم يريحو. تحبوا ديروا دي غوند بول براسكم باش ديروا خبزه كبيره، كل واحد والذوق ديالو. ديروهم هكا خلوهم يريحو شويه حتى يدوبليو الفوليوم، ومن بعد نعاودو نرجعو. شرطيه قبل ما يخمر لك هكا بالماء، ديرولو شويه تاع السانوج ولا جلجل على واش حبيتو. انا حبيت ندلو السانوج باسكو درتلو من داخل السانوج. نزيدو نخلوه يريح شويه دوبلي الفوليوم، او ميم طون تشعلي الفوغ
يسخن على 200 درجة 200 درجة. شوفوا كيفاش طلع، نديروه في الفوق، نديروه في الفوق غير طيب. ها انا خرجناه من الفوق، ها هو شوفوا كيفاش يجي. حكموا غير شوية تاع الزبدة هكا، دهنوا غير على جال لا بريونس باش يعطي لا بريونس هذا ماك. شوفوا اقسمنا حبة، شوفوا من الداخل شوفوا شوفوا كيفاش يجي هاكو. شوفوا شوفوا طري ما شاء الله. انا كملنا مع الوصفه تاع اليوم، مع الخبز تاع اليوم. اللي عجبتها لا غوسيت تابوني لا باج ودير لي جيم وتاكتيفي لا نوتيفيكاسيون باش تلحقها جديد. ما شاء الله عليه، بصحتكم شهية طيبة.